يو واز جو يوتيوب استبوا لهم، انا رجعت لكم في مقطع جديد. طب اول حاجه اول مره شفنا ما تنسى تدينا لايك سبسكرايب شير وشير المقطع عايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم ونذكر الله حلا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب شباب نادي لاخواننا في فلسطين واخواننا في السودان، ربنا يفرج همهم وربنا ينصرهم غريبا على العموم الظالمين، وربنا يرحم كل الشهداء المسلمين يا رب امين. اوكي طيب ده الليله في واحد اسمه حمو الجحيم. اوكي ده طبعا حتكون من سلسله دعم الرابرز الصاعدين وكده. فالمهم التراك نزل قبل اسبوعين فيه 5800 مشاهده و108 لايك. اوكي فا يا ما طول كثير في المقدمه، حمو تقريبا هو قال لي من الاسكندريه وكده، فقال لي ناس الاسكندريه عندهم فلو معين يعني بيتكلموا بحوقه اللسان. اوكي فما طول كثير في المقدمه، خلينا نلبس سماعتي عشان شنو نخش ونشوف حمو الجحيم عندنا شنو، عشان هو قال لي التراك دريل. فالتراك دريل اسمع شي. اوكي التراك اسمه معانا احراس، احراس ما اعرف معناها شنو، لكن خلينا نبدا في التراك ونسمع حمو عنده لنا شنو. ليتس جو. واو في تصوير. اوكي احمد تاكو. اوكي دروب ذا شي. نصيحتكم ليا جابتني الارض معور وشوشكم بتدوب بالعار، بعديها انا سقت في سكه الحرام ما بقتش بعيب تقدير بطال، مع القضيه ومش بضحك وانا بشوف احرس كده بالظبط وعارف كبير. ثواني ثواني ثواني، شوف وقت البيت نزل اسمع. نصيحتكم ليا جابتني الارض معور وشوشكم بتدوب بالعار، بعديها نظرات كليه. ثواني ثواني، نظرات كلية جابتني الأرض العرض ومعور وشوشكم بالطول والعرض. ده نيجي سافج برو، قال لك معور وشوشكم بالطول وبالعرض، يعني وشوشكم مشوحة. You feel me؟ Oh you got the tea bro، I got the tea too man. معور وشوشكم بالطول والعرض وبالعرض، معور وشوشكم بتدوب بالعار، بعديها انا سقت في سكه الحرام ما بقتش بعيب تقدير بطال، مع القضيه ومش بضحك وانا بشوف احرس كده بالظبط وعارف كبير وصغير طار، اتحبس وارجع اكتر ما سكر. بص يا زمان انا جاي العيب، انا بدخل شغل وببقى كاتب بوظته معايا كده حاسب، بس انا فاهم اللي انا بدخل الشغل بعرف كبير وصغير طار، اتحبس وارجع اكتر ما سكر. بص يا زمان انا جاي العيب، انا بدخل شغل. طيب بص يا دار اتحبس وارجع اكتر ما سكر. بص يا زمايلي، قال لك طب بص يا زمايلي انا جاي العبكو. اوكي انا جاي العب، انا بدخل شغل. قال لك انا بدخل الشغله وببقى كاتمكو كاتمكو، يعني انا لو دخلت انتو ميوت يو فيل مي، يعني هو اللي حيمشيها يو فيل مي، انتو حتكونوا تاني ما باينين، هو اللي حيكون باين اكتر يو فيل مي، عشان حيكون انتو عمل لكم شنو كتم ميوت. خلينا نكمل برا. لو ببقى كاتب بوظته معايا كده حاسب، بس انا فاهم الفاهم العيب، نتندم ومره وباجي بعدين بعديها عادي بقى اللي انا مين، اسامي العويله كتير اميز، شوفوني في سكه بعديها اخرين، بس انا سندال فاهم تخفيف، ما شفتش فعلا انا بفاهم، عيال شني بمشيين كحريم، وليهم الكلمه عشان هينين، ودخلت في ورشه عملت انا عيد، ده في اي حكايه معايا مستعد، اسمعوا عننا ويخشوا في سير، نتصيد بره وجوه الحيط، ما بقتش بقى اخصهم انا سير، ما اعتمدش اسامي فرسان ولا جيش، لو جيت على جيش الحضر جيش ومعنا احرز. ساري ساري خلينا نرجع هنا شوف البيت وكده تغير الفلو ماشي كيف. اسمع في سكة بعدي اخرين، بس انا سندال فاهم تخفير، ما شفتش فعلا انا بفاهم، عيال شني بمشيين كحريم، وليهم الكلمة عشان هينين، ودخلت في ورشة عملت انا عيد، ده في اي حكاية محرم وليهم. وليهم الكلمة عشان حي
من الكلمة عشان هينك. ودخلت في ورشة عملت انا عيد في اي حكاية معايا مستعد اسمع عننا ويخشوا في سير نتصيد بره وجوه الحيط بس انا ولا شيش لو جيت على جيتي نحضر جيش ومعنا احرز وفلوس عيش شفنا لبره يا خربنا وفجوه جيتنا الناس حبينا فلو فلو حمد الفاير انا داري في دارك يا زمالة سيبك يوم انسى استحالة خصمنا تشوف تمدي حالة وبنكرف ناس دماغها شغالة هتصوري في دارك يا زمالة قال لك انا ضهري في ضهرك يا زمالة يا زمالة يعني يا صاحبي ولا يا اخوي ولا حاجة كده مالا سيبك يوم قال لك اسيبك يوم انساها استحالة يعني مستحيل انا اسيبك يوم انا معاك يعني معاك يعني مستحيل انا اخليك فهمني انسى استحالة خصمنا تشوف تمدي حالة وبنكرف ناس دماغها شغالة بتصور بضحك في الحالة ضحكتي تغيظ ناس مش رجالة ومعنى الشقيانة كسبانة في اي شغل احنا سد خانة وزمان احنا كنا لأشقية ونزلنا نيابة ودونا بدورية اخصم برا لا مستنية هتفلع لكم برا عيالي عافية محطوط في حكاية ومش هي بموت في خصومتي وفي المرازية وانا كده كسبان 100% هلاعبكم يا دوب كل على قطاي اوف دايو احمد كاكو حب الجحيم وبس التراك كده خلص شباب تراك كان دقيقتين وستة ثواني فاكتبوا لي تحت رايكم في التراك شنو فعرفيا حمو مبدع اوكي الفلو حقه نار مشيو حال بيت نار البرودكشن كان نار التصوير كان فاير برضو فكل الحب ليك يا برو كل الدعم ليك يا برو هتلقوا التراك تحت في الديسكريبشن اذا حابين تبي تسمعوه فاخدت لكم التراك تحت في الديسكريبشن ونورت القناة يا برو تقريبا انت ثالث رابع خامس مصري يكون معنا في القناة فدي حاجة كبيرة بالنسبة لي انه انا بقيت يعني ما قاعد يعني قاعد انسى الموضوع المهم حرفيا انا غايم التراك بصراحة 10 من 10 عشان عشان الدريل ده جوي والتراك كان ما فيه اغلاط انا ما شايف فيه اغلاط البرودكشن كان حلو كل شيء كان حلو مشوها البيت والفلو حقه كل شيء كان فاير بصراحة فاكتب لي تحت في التعليقات زي ما قلت لكم رايكم شنو انتوا ولا حتغيموا التراك من كم وكل الحب ليك يا حمو وان شاء الله نشوفك كده في مراكز اعلى ونشوفك كده من اكبر الرابر في الساحة المصرية وفيلمي والسين المصري وتنافس باقي الرابرز الكبار يوفيرني وبس اظن كده شباب وصلنا نهاية الفيديو اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير اكتبوا لي في التعليقات رايكم شنو وعايزين الناس ردة فعل لهم تاني وبس اشوفكم المقطع الجاي شباب يا بيس اوت